ويسعدنا أن نرحب بدكتور شرف حسان، رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي. أهلا وسهلا بك دكتور شرف. مشاهدين ومشاهدات، دكتور شرف، ما هو تقييمك للوضع الحالي للتسرب من المدارس في البلدات العربية؟ يعني استمعنا إلى هذا التقرير، هل تعتقد أنها عن فعلا قضية طارئة وملحة ويجب التعامل معها فورا؟ طبعا أنا أؤكد أن هذه قضية جدا حارقة في مجتمعنا. إحنا أكدنا على هذا الموضوع ضمن رؤيتنا الاستراتيجية للسنوات القادمة. قضية التسرب وقضية الطلاب المهمشين في المدارس هي أهم من أهم القضايا، وهي تأخذ بعد كبير جدا بالذات في ظل انتشار ظاهرة الجريمة المنظمة ومحاولة استقطاب طلاب المتسربين وطلاب المهمشين ليكونوا ضمن دائرة هذه المنظمات. لذلك علينا كمجتمع أن نرى بخطورة كبيرة وأن نضع هدف أن لا أن نواجه هذه المشكلة، أن نعالجها من جذورها بشكل كبير جدا، لأن أبعادها هي ليست مجرد رقم طالب تسرب من المدرسة، إنما الأبعاد هي كبيرة جدا. أنا أريد أن أقول أنه حسب تقديرنا أنه الأعداد الحقيقية للمتسربين الفعليين، أنا بحكي على التسرب الظاهر، هي أكبر بكثير من المعطيات الرسمية. يعني في كثير من الحالات في طلاب مسجلين في المدارس بشكل رسميا، ولكن إن في الواقع إن يعني مش موجودين كليا في المدرسة. يعني هذول المفروض يدخلوا ضمن هذه الإحصائية، ولكن لأسباب مختلفة يعني المدارس أو الوزارة أو السلطات المحلية بتبقيهن لأنه في بعد ميزانياتي في الموضوع. لذلك أنا أحذر يعني أنه القضية هي أعمق بكثير من الأرقام. يعني أنت تعتقد أن الأرقام أكبر بكثير من الأرقام المصرح عنها، يعني هناك حاجة ماسة لإيجاد حلول فورية ومعالجة هذه الآفة. يعني كيف من الممكن التعامل مع كل هذه العوامل والتصدي لها برأيك؟ طبعا انت اشرت في التقرير لك ايضا لظاهرة التسرب الخفي، انا طبعا بشوفها كمان هي من اخطر الظواهر، لانه اعداد ونسب الطلاب الموجودين في ضمن هذه الاحصائيات التسرب الخفي هي اكبر بكثير، علما يعني انه احنا وزارة التربية والتعليم مطالبة بايجاد ايضا مقاييس لفهم هذه الظاهرة ومدى انتشارها. ولكن كوني موجود في الحقل يعني، وانا اعرف من الزملاء ومن كل من يبحث في هذه الظاهرة، ظاهرة الطلاب المهمشين، الظاهرة الطلاب يعني منقطعين عن التعليم، هي أعداد هائلة جدا. الحقيقة أنه حل هذه المشكلة يعني يجب أن يكون جذريا وشموليا، يعني ما في عامل واحد ووحيد، إنما يجب أن توضع يجب أن نفهم الظاهرة بشكل حقيقي ونضع خطط ملائمة. ولكن ما أريد أن أقوله يعني مع كل يعني ما قيل عن العائلة وما إلى ذلك، طبعا هي أسباب مهمة جدا ولها تأثيرها، أنا أريد أن أركز على دور المؤسسة، دور جهاز التربية والتعليم في منع التسرب. يعني هاي الأمر اللي إحنا بنقدر، وهناك يوجد ميزانيات هائلة، وشفنا في التقرير يعني أنا بحيي طبعا الزميلات واللي بيشتغلوا في هذا المضمار، هذا مضمار مجال مش سهل فيعطيني العافية. بنفس الوقت أنا بقول إنه المدارس لها دور كبير، يعني بنهاية الأمر هذول الطلاب، المدرسة فشلت، يعني النظرة يجب أن تكون عكسية، المدرسة فشلت في استيعاب هذول الطلاب. يعني الفشل هو مش للطلاب، الفشل يجب أن يكون للمدرسة. لنا، نأخذ مسؤولية نحن كجهاز تعليمي، كمعلمين، كمعلمات، كمدارس، على أنه هذول الطلاب إحنا فشلنا في أنه نستوعبين في المدرسة، رغم التفهم لكل الظروف الممكن تكون اجتماعية، اقتصادية، عائلية، الأخرى. يعني أنت برأيك على المؤسسات التعليمية ربما أن تتبنى سياسات معينة، سياسات صارمة، ربما لتحتضن أيضا هؤلاء الطلبة الذين يتسربون من المدارس وتمنع ظاهرة التسرب أيضا؟ صحيح صحيح، يعني الأمر يجب أن يبدأ من جيل صغير، وقضية الاحتضان اللي تحدثت عنها التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أنه ما يجري اليوم في المدارس من سيطرة الخطاب التحصيلي، كأنه المدرسة وظيفتها الأساسية والوحيدة هي التحصيل العلمي، هو بطبيعة الحال هذا وضع يدفع الطلاب من الطبقات المسبوقة بالأساس، الطلاب اللي يعني بيجوا مع نقطة بداية أقل من الطبقة من طلاب آخرين يدفعهم إلى الهامش. يعني يجب أن يعي جهاز التربية والتعليم أنه في طلاب نقطة البداية تبعتهم من روضة الأطفال بتكون مختلفة. صحيح. يعني حتى من ناحية عدد الكلمات اللي بيعرفوهم، من ناحية الإمكانيات التواصل، من ناحية المهارات وما إلى ذلك، في تفاوت في مجتمعنا. ووظيفة المدرسة وبالذات في جيل الطفولة والابتدائية الأولى
أن تدعم بالذات هؤلاء الطلاب اللي للأسف بسبب ظروف اجتماعية اقتصادية هن ما عندهم نفس الإمكانيات الموجودة عند الآخرين. نعم فنقطة البداية تبدأ مختلفة، ويجب أن تكون هذا يعني هذا هي دور المؤسسة في إنه تعطي الدعم للطلاب اللي ما في عندهم هذا الدعم حتى توصلهم لنقطة بداية معقولة. نعم وإلا يعني إذا خسرنا هذول الطلاب من البداية، ما اكتسبوا لغة الأم بشكل صحيح، وما اكتسبوا المهارات الأساسية بشكل صحيح، فبقى يعني راح يبقوا على هامش المدرسة من جيل صغير يعني لجيل سنخسرهم تتمه فيما لا بعد. طيب دكتور شرف سنخسرهم حسن، بالخسارة. يعني نعم بالخسارة يعني معناها إنه احتمال إنه أخرى طالب وأخرى طالب وأخرى طالب وأخرى طالبة يتورطوا في عالم الجريمة، أو يكون في عضاء في مجال الانحراف الاجتماعي، لا سمح وبالتالي الله. دكتور الثمن شرف اللي إحنا حسان، لازم رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، اسمح لي أن أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك.